على أرض المملكة العربية السعودية بعد غياب طويل، أشعر في هذه اللحظة وكأني عدت من جديد إلى أهلي وأحبابي، أولاد عمي، أصدقائي في المملكة العربية السعودية. شكرا للمملكة العربية السعودية التي جمعتنا من جديد. بعد له فد مرة شال العلم السعودي وراكض بيه وتهوس بالروح بالدم، نفديك يا سلمان. ماكو هيك الواقف. مو بالله استاذ سعدون، مو انت من الفنانين الرواد وهذا التزلق زحمه ويلي وقلك، وخصوصا انت العرب وشيوخ المملكه مطلعهم من تشلب سابقا. داك ارض الحجاز ونجد الله اكبر، تمت جيوش الحقد الله اكبر، واللي يحكم الاجنبي الله اكبر. شنو قلت لي قبل شويه؟ شكرا للمملكه العربيه السعوديه. اسكت اسكت، لا يروح يسمعك سعدون جابر ويرجع يسب المملكه من جديد. هسه احنا ما نريد ندور دفاتر عتيقه، بس انت كفنان لك مكانتك واسمك ووزنك، واقفه تطلع برا تظل تمجد بهاي الدوله وهيك المملكه، لان الفنان يوصل رساله فنه، مو يقعد يصبغ ويتقرب لفلان وعلان مثل ما كنت تمجد ببطل الحفره صدام. دونيسيت، كيف تصف الأغاني الوطنية في أنظمة مستبدة، أنظمة شمولية؟ نحن لم نغني لنظام، غنينا للوطن، غنينا للعراق، فرفضت وجاءتني قوة لأن تأخذني لأبو غريب، وتعرفون هذا جاءت قوة إلى بيتي. لا أنا هاي أشهد بيها وأبصم لك بالعشرة أنه كل الأغاني اللي غنيتها للوطن والانتصارات الجيش العراقي، ورغم كل الضغوطات اللي تعرضت لها وكم مره شالوك من بيتك بطرق الفانيله واللباس، بس انت رفضت التخراس لاكبر واحد وظلت محافظ على حياديتك واستقلاليتك، وعمرك كله ما مجدت قائد. انت العزيز اللي انتظرنا، صدام اسمه وعدنا محلى. انت بعد هاي الاغنيه اللي غناها جبر، صدام قال احنا العرب، احنا العرب وهايهم، بس قل لي غير هالاغنيتين غنى صدام؟ اقول لك لا. غنن يا خوات صدام مرفوعات ظل اعلام. يعني هو غير ذني الثلاث اغاني ما راح تلقى سعدون جابر عن صدام. حي الله يا صدامنا، حي الله يا صدامنا، بعث لنا مجادنا، حي الله يا صدامنا، حي الله يا صدامنا. هي هاي المواقف اللي طيحت حظنا ونزلتنا ورجعتنا لاسفل السافلين. تلزم المطرب تلقاه يتغنى بنضال صدام القائد الأسطوري وشجاعته الفريدة، تروح للشاعر تلقاه يمدح بخصال القائد ويصوره كأنه واحد من القامات الشاهقة بتاريخنا وحضاراتنا، تروح للشعب تلقاه بس يصفق ويهوس، ترجع رجال الدين تلقاهم مسوين شجرة نسب وينسبون القائد لأهل البيت رغم أنه هو هندي، تعوفهم تروح للدعاة وأصحاب المنابر عسى ولعله تستفاد تاخذ لك شيء منهم لصالح البلاد والعباد، تلقاها كل كلماتهم عبارة عن أحقاد وسموم وتحريض وفتن.